توفي عامل وفد يبلغ من العمر 35 عاماً يوم الجمعة الماضية بعد تعرضه للدغة أفعى سامة في مزرعة بمنطقة المشاريع في لواء الأغوار الشمالية. نناقش حقوق العمال في القطاع الزراعي مع رئيس مركز بيت العمال لدراسات السيد حمادة أبو نجمي. صباح الخير وأهلاً وسهلاً بك. صباح الخير يا هلا. نعم، بداية يعني كهذه الحالة لربما هناك حالات أخرى لعمال سواء كانوا أردنيين أو وافدين، ما هي الحقوق لديهم في الضمان الاجتماعي؟ شكرا لكم. أولا احنا بهمنا نشير إلى أن القطاع الزراعي على مدى السنوات الماضية منذ نشأة الدولة الأردنية للآن لم يشمل بأي من الحمايات القانونية سواء كان قانون العمل أو قانون الضمان الاجتماعي إلا في عام 2021 أو أي العام الماضي في عام في شهر أيار صدر نظام خاص بعمال الزراعة شملهم بالقانون من ناحية تشريعية، وهذا تقدم تشريعي جيد، وصدر بموجب هذا النظام أيضا تعليمات خاصة بالتفتيش على هذا القطاع، ولكن للأسف حتى الآن لم ينفذ هذا النظام إلى الآن. طبعا النظام ينص على شمولهم بكافة أحكام قانون العمل بالسلام بشروط السلام والصحة المهنية، ويوجب شمولهم أيضا بالضمان الاجتماعي. للأسف حتى الآن القطاع الزراعي بخصوصيته وهو عبارة عن حيازات زراعية غير مسجلة في الغالب، وأيضا عبارة عن عمال يعني موسميين في الغالب، أيضا عملهم متقطع، حتى الآن غير مشمولين معظمهم في الضمان الاجتماعي إلا في الحالات خاصة وهي حالات الزراعات المنظمة الواسعة وهي محدودة جدا. من جانب آخر قانون العمل وشروط السلام والصحة المهنية حتى الآن غير مطبقة بهذا القطاع، ونشوف الإصابات على نطاق واسع، الأخطار اللي بتعرض لها عمال الزراعة عالميا معروف قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تتكاثر فيه إصابات العمل والأمراض المهنية، بنشوف زي ما حكيت حضرتك في ما يتعلق باللدغات الأفاعي، المبيدات وآثارها، الإصابات ضربات الشمس اللي بتتكرر وأحيانا بتؤدي إلى الوفيات في كثير من الأحيان، حتى أن نظام عمال الزراعة نص على ضرورة حماية العمال من الحرارة الشديدة، حرارة الطقس الشديدة، وضرورة أن يصدر وزير العمل قرارات خاصة بهذا الشأن ليمنع العمل في أوقات محددة. حتى الآن كل هذه الأمور للأسف لم تطبق، وضعت على الرف كأنها مجرد يعني حبر على ورق. وبنشوف كمان في العام الماضي حصلت ضغوطات أيضا من القطاع الخاص من أصحاب العمل في هذا القطاع على الحكومة لتأجيل أو حتى إلغاء هذا النظام وعدم شمول عمال الزراعة بالضمان الاجتماعي. شفنا اعتصامات على باب مجلس النواب ومطالبات، وللأسف الحكومة استجابت بذلك ضمنيا في عدم تنفيذ نظام عمال الزراعة حتى الآن رغم أنه ما زال موجود، وأيضا في قرارها بتأجيل شمول عمال الزراعة بالضمان الاجتماعي إلى نهاية 2023، وهي نقطة للأسف فيها تراجع عن إنجازات تحققت وأشادت فيها المنظمة الدولية وحتى المنظمات الحقوقية على مستوى وطني وخارجي بالإنجاز اللي أنجز الأردن فيما يتعلق بحماية عمال الزراعة اللي للأسف لم يطبق حتى الآن. نعم. ونشوف ما زالت القضية حتى الآن. نعم سيد حمادة، ذكرت أن عامل الزراعة أو عمال الزراعة في بعض منهم يعملون بشكل موسمي في أماكن مختلفة، إذا في مجال تشرح لنا هذه النقطة وأيضا كيفية أو المقترح لسهولة أو تسهيل عليهم أنه يكونوا موجودين في الضمان الاجتماعي. طبعا كما يعرف الجميع ان العمل في الزراعه عمل موسمي في الغالب، يعني بنشوف احنا العمال في موسم معين سواء لزراعه محصول معين في منطقه ما، ثم يتوقف العمل انتظارا لجني المحصول فينتقل العمال الى مزارع اخرى. في هذا الخصوصيه هذه ليست خصوصيه فقط اردنيه، في كل العالم موجود هذا الكلام، ولكن للاسف احنا في تنظيمنا القانوني لا نتعامل مع هذه سواء في قانون العمل أو في قانون الضمان الاجتماعي، لا نتعامل مع هذه القضية بحيوية ومرونة كما هو مطلوب. رغم أنه وزارة العمل في الأعوام الماضية أقرت ما يسمى بالتصريح العمل الحر للعمال الوافد،
وسمحت للعامل الوافد بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر، ولكن بكلفة أكثر من تصريح العمل المعتاد، وطبعا كلفة يدفعها العامل نفسه. وهذا يعني ساعد قليلا في أن يتنقل العمال، خاصة العمال الوافدين، من صاحب عمل إلى آخر. وبنعرف إحنا القطاع الزراعي يشغل نسبة عمالة وافد عالية بالمقارنة مع القطاعات الأخرى. الجانب الآخر وهو الضمان الاجتماعي. حتى الآن يعني رغم من زي ما ذكرت قبل قليل بأنه نظام عمال الزراعة أوجب شمولهم بالضمان الاجتماعي، وكان يفترض في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تصدر تعليمات خاصة لتشمل عمال الزراعة رغم تحركهم بين يعني عمل وآخر، وعملهم الموسمي والمتنقل والمؤقت في كثير من الأحيان، وهذا عائق أمام شمولهم بالضمان الاجتماعي في الوضع الطبيعي، لأنه الضمان الاجتماعي قانونه يشمل كل من يعمل 16 يوم فأكثر، وأيضا في عمل مستقر ودائم. وهذا يتنافى مع يعني طبيعة العمل في الزراعة، وبالتالي ما زال حتى الآن هذه مشكلة قائمة أمام الضمان الاجتماعي. نعم. كان يفترض أن يصدر تعليمات خاصة بذلك، وأيضا يشار إلى أنه القطاع الزراعي هو عبارة عن حيازات غير مسجلة، والضمان الاجتماعي يتعامل مع مؤسسات مسجلة لها أرقام مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، وهذا عائق آخر. شكرا جزيلا رئيس مركز بيت العمال لدراسات السيد حمادة أبو نجمة.